بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه ما يكفي، فما فوقهم محصر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وحين كسو جرني وين سو أخريني كتابك مقعي سيهي لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل رشاد درسي نعاوق هذا أنا ودرسي صدحات كتابك وحنوصه مرين لبدرسي وحن نوصل دمبيي وإنو كسو هالليني أما شيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى صوت المامي صفاتك الله سبحانه وتعالى يسوي نفتي سكسفيي نبيك عليه الصلاة والسلام نه وإله سبحانه وتعالى كسفيي إن سيدا لو أقبل لو قاطه إن لغتغو لسكدايو إن لرديو أما لتأويليو أما لتشبيهيو أما لتمثيليو وانو صوف فصيرني وانو صوم عليني وحا تأويل ليرهدو وحا تشبيه ليرهدو يا واحد تمثيل يراده وحكلو شيخ صو شيغي آيات كمتشابهة قفك هدي إشكال كجلو إنه واجب كت هاي لفظك آيات ذا آيات هاي أو صور رطي أو إلهي سبحانه وتعالى القرآن كسر دجيه لفظك إن للسوء إنه واجب تهاي إن لقتك مربع إن لو بنبحه أو لسكديو إن تفسير لساره أما تأويل لساره إن لو بهني شيخ وحكلو كهاللي دتك بدنا ورع الرع أو الرادية آيات كمتشابهة إن يهين كوا قلبي قود قلو عضي سقو دلشنا يا آيات أنا صوت الماني كجرتي في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخر آية. وحق الشيخ سود لشدي أي مدى سلف رحمه الله تعالى إله سبحانه وتعالى قبيهان تطهون حريسته إن إسكوا وافقين أو إسكوا وافقي وإجماع تهي صفاتك الله سبحانه وتعالى قرآن كشك تهي نبيك عليه الصلاة والسلام نكسوغا إن سديد اللي قسوغو أن لتحريف أن لتمثيل كيف أن لوران وحاو سوق قاعت الشيخ صوت المامي أثر كسوغا علوم داس سيد أحمد بن حنبل سيدوك لا وحاو كسوها اللي إمام الشافعي هذا الأولي هاي وحن نوصل دميي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صحابي أها قول كي سؤرنا يي اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتهم مركو لها اللي أرديسي مركو علاق جوغي إنو كو أمري وكو يري والراع صحابة دي نبيك عليه الصلاة والسلام وضغي راعين ومرين راع وحو صبهدها سميصننا ولينك كافي وحيالا نوع سوكلاهي وحن مركا عشر كقادرنا قول أوليه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عمر بن عبد العزيز نه وحن أكمل ذي علماء الخضران خلفاء الراشدين لبصنا إيو رور بلود أيو خلافة هاي حلقة أو خلافة قبضنا ينا ركه ريي أو دوره أو يعني خلافة مؤمنين تكمدها أما ذاتك دوودة مسلمين تمنحلوها وحيالة بدن وبدع وحيالة من بدع يسود الرياء يا مركا جري
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وحيالها بدعدة أهو الله سوكر ريي وحيالها محدثات كأدمانتو وحيوه بابئي ونبري إلهي سبحانه وتعالى نصنة أيو مارتي أوغيس إلهي سبحانه وتعالى أوغرقاري وصنة أيو يستاغي إنو موجيو دادك بروه إلى عدالة دي سمارتي وكودغم كودغاي دور دا إسلام كا ميرو بلغشاغي عمر بن عبد العزيز مركا وحو يري سدو ليه كلاما معناه سيد ابن قدام ليه عمر بن عبد العزيز با وحو يري كلام ومعنيه سيهي قف حيث وقف القوم قف استاق حيث ماشي وقف القوم اي قرض استاقين قوم كوكه الله وحويان علماء ذيك هوريسي تابعين تي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كواسو كه الله ماشي استاقين استاق صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا النبي قبال الجوغي آيات القرآن كهابا سودغي صفاتك الله سبحانه وتعالى كه الله النبي عليه الصلاة والسلام صحابة وبري سدا بي كوقاتين او يعني سدي القرآن كسو دغي بي كوقاتين مانا ايام تحريفين مانا ايام بدلين تمثيل لما سمينا مؤران مثلا قعنت الله سبحانه وتعالى القرآن كشكتي واتين وكلا تشبيهنا ما أين سمينين أما يعني قعنتو قعنتين وكلا ويه أما هنقطو قعنت الله سبحانه وتعالى وحي لم يتهي قعنت مارت ابن آدك لم يتهي وحا من لغو مهيو وما أين شيء تاويل كلنا ما أين سارنو ما أين أوران قعنت ماشا لغاها الله يا ماها إلهي قعوا ملها وحا لغاها الله يا وانمعاد إلهي سبحانه وتعالى من ما أين أوران سيدي نبيك عليه الصلاة والسلام وسودكي نبيك نكبر بك قاتل نبيك عليه الصلاة والسلام صفات كاس إلهي سبحانه وتعالى قرآن خشكتي صحابة سيدي الله وسودكي وشاك سيدي بكمرة مارك عمر بن عبد العزيز سوى الله الله يدتك مركاس أما هنقطة دتك رعيدي ساهي هنقطة أما دتك كأقدو هنقطة وحاول لي قف استاق حيث وقف القوم ماشي أي علماء إن كهرسي أي استاقين فإنهم يجو علماء نجوه الرئيسي أو صحابة يتابعين تأهي عن علم وقفوا علم إليهن يقون إليهن بمشك أستاجن وببصر أركتي أما وببصر أقون يوح جرد نافذ حيل در بكفو كجوك سد وصفاتك الله سبحانه وتعالى مثلا الله وحي إليه الرحمن على العرش استوى روح من القرآن خصوص أرورتي نبيك عليه الصلاة والسلام حديث كتل مامي وصغن سيدا أي خصوص أرورتي الله سبحانه وتعالى إنو عرشك سكسر مري سيدا سبي يعني كجوك سيدا والوحي كفسرين استوى معنى يدنو يهي على واستقر الله وكسر مري وكدو سبناد سبحانه وتعالى أقون أي ليهين أقون تاسو فريسو حول حيال لير أيه هلكا كو استاقين وببصر قرشو نافذ حيلر وفليسة بيكفو كو استاقين ولهم على كشفها كانوا أقوى ولهم على كشفها إني باربارات وربرغان وصفاتك الله سبحانه وتعالى فيد فيدر وكسيها الله كانوا أقوى ويأوذ كانوا وحي أهايين أقوى كو أوذ لبهايين وبالفضل أجر هدو كجر مكا لقيه ليه أجر هدي لقيه ليه صفاتك الله سبحانه وتعالى إلا التحريفية أم التمثيلية أم التشبيهية لو كان فيها هدي كجر فضل أجر كجره أحرى يقع أيها أبونا الله وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عيد ودك دك بنا الخير كمجر وران كوا كسو دك وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات إلى آخر آية ودك دك الليل فاستبقوا الخيرات فالنبي عليه الصلاة والسلام بقوا إيمان جرين وفقراء الصحابة المهاجرين انت النبي عليه الصلاة والسلام ويما ذا بيحو كويرا دين ذهب أهل الدثور ضدك مالك الهابا وحي لطغين خيرك يا درجاتك سري لطغين النبي عليه الصلاة والسلام ويدي وحي كويرا سيكو بعض أنكاس وحي يرا دين يصلون كما نصلي ويؤتو كان ينسد أؤتو كان نف ويصومون كما نصوم سان أسومين كلا أسومين ويتصدقون ولا نتصدق مالكي بين لب حيا أنا ولب حمين ما هي كأهيد مركا دق دق يعني دلال يترتم بك أهيد ملك الخير لو وش وكور تجري تصارع وحنا نقول في النبي عليه الصلاة والسلام ما لي ما لمها كم من الباس
ويه مرتي أبا ويه نبي جورجيس جوريز بكوري وحبه كسواي مرك نبي قال عليه الصلاة والسلام وحكم مرتي قاضو مرتي جواي وحكم سوع شيء مساجد كل نبي وحه ودي يا مرتي در نبي قال مرتي در رسولك يا عاو مرتي قلنا إياه نس حابي نقول يسحبه كأوجين بأكدك ده كحيصي قول يسحبه كموجا مركا وبالفضل أجر لو كان فيها هذه أي نحن هذا كجرته صفاتك الله سبحانه وتعالى تبدل هذا إيو متى قانا تحريفين هذا يتمثلين هذا هذه أجر لجها ليه أحرى يجا أحبون الله يجا راسن له أنت مركو عمر بن عبد العزيز أهل زمانه كويري ذاتك ما كان لجوجي سين الله سبحانه نحل يداسي فرس إيو بيرشيا مش لورنجيا فرس بيرادو يا روما يا ملها سبالتري ضد بدن أهل الكلام بايمي أهل الكلام بكبة ضد الحوض مسلمين تلحى ضد حكوس وبطي واحد لو يقى أهل الكلام مركا وعجي هاي عمر رضي الله تعالى عنه مركو يري الصحابة ذا يتابعين تراعة إن دورنا يا مدمارة تي علمي كدم يا الله هلاي الله كياني وحبي المركا فلئن قلتم هدا ترى هدان حدث بعدهم قداشوا ضحبا سودري وحسب بايم قداشوا علم بالله برتي أقوم بالله برتي لجاري بيرشيا يوم تقانا روما رومانيين تقول أورنجلي يوم تقانا فارسيين تي أي الله فرتولة تغي وحيا رب البحني ما لجاري ده الذيهن فما أحدثه مسو كردي وحصو كردي إلا من خالف قف خلاف موية هدي يوم هدي جودي وضلوا قف خلاف أم بسو كردي ورغب كاسون نعي عن سنة سنة دو فلئن قلتم هذا تراهدان حدث بعدهم قداشوا ضحبا سوكر ديرا يمي فما أحدثه ما سوكر وحا سوكر دي إلا من عد موية خالف خلافتي هدي يوم هدي ودي ورغب عن سنتهم سنة ذو ذن عضي فعلك رغب ليرادو هدي عن راعضو ونعتان ويان هدي في راعضنا وجعيل ويان ورغب عن سنتهم كو سنته دي ودودو دي نعي او كلي حدو كتغي ايا سوكردي مركاسو النبي عليه مركاسو عمر رضي الله تعالى عنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه صحابه دي ولابت مركنو كهدلو ميش اي علمي كغارين يا صفات الله سبحانه وتعالى سوي قانين يا ايغو حسين متقان وخ كسفين جيرين ولقد وصفوا ويسفين ويتلمامن منه دينت الله سبحانه وتعالى ويتلمامن ما يشفي وحكا خافيه وحكا خافيه بايكو تلمامن او كشيغان دينت الله سبحانه وتعالى وما بهذا مركا ادو علمي ايان ايغو اقون انها كسهلهس ما سورتو بس وتكلموا منه ويكهدلن ما يكفي وحو غفلن بايكهدلن وحكو فيلن قفكا بايكهدلن وحو البيغا تلمامي ايغا نو سو غوبيه نبيغا عليه الصلاه والسلام اسغا صحابدي براي ايغا نو سو غوبيه أقول إيه كواين كتاب الله سبحانه وتعالى أدوك سهل ميس وين تلمامين تلمامها الله سبحانه وتعالى وحنا نغفل أن يكون تلمامين دين تنوي تلمامين ويكهلين وحنا يكافي بكهلين فما فوقهم محصر وما دونهم مقصر فما فوقهم وحلين يعلمه ماذا سي بمعنى مويا وبمعنى مويا فما فوقهم qofkii kasar mara iyaga oo ka dheereeya oo isiraada waxa soo heleysa waxaan helin meelayn gaarin baa cilmi ka gaari kartaa muhassirun yaani muhassirun nafsuhu nafti samid lu gooyo weeye nafti samid daaliyo weeye qofkii isiraada nabiga kaleey saatu wasan saxaabadii siya taabacadii taabiciintii cilmi ayaan gaarin adigu gaar oo raadi oo barbar مثلا آيات كصفات وحي كفهم من أدوبة كفهم يساي سي باربار سي تأويل قفك يرادا قفك سنفتي سبدالنا وما دونهم ومن دونهم ويا عد كهو سيس وكسر مرتا أو ميشي سحابد قارن عن قارني مقصر قفك سقفك بي ويا قفك بي ويا قفك اسكد ينو سحابد نافه وعلم إن قون راديا راديا قفك سنفتي سبدالنا كي قارن ويا أو كسر كمرنا قفك سنقف قابي سويا قفك إسقاهي وقفك بسويان مركز سوحي يري عمر رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى إسقو سيوة كلام كيسي أيوحي يري
لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا. لقد قصر عنهم حق وضوحها كجابي قوم قولا كجابي سي فجفوا وقال لهم مك ماشي أي جوجين علمي إلى هايان بيك جابين يعني كف اللام وايبة أنت بيك قلقين وتجاوزهم آخرون قوة قدبي ماشي أي صحابة يتابعين علمك جوجين بيك قدبين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام صفات الله سبحانه وتعالى وجه الله سبحانه قرآن كل شكتي ويسوغاية وجه أو شكتي بيكسوغاية الله سبحانه وتعالى ما يسي باربارين تابعين تسيدو كلا إلهي قعام قرآن كل شكتي سيدو كلا ما سي باربارين إلهي سبحانه وتعالى وعروضا صفة عر الله إلهي قال الله إيه تلمام الله عر الله يبلي الله إيه أو مركو دون عرونا يو مركو دون عرونا سيدو إيه وقد بير ما سي باربارين صفة اللي يرى الله هاش اللي يرى دب الله رالب النقضاء قوت دون رال النقضاء صفة أصلا وأسوجن ما سي باربار قولا سي باربار تسيف وقاتي فغلوا وحد قد بين حد قد بين لي ماذا وحوي المركة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وإنهم صحابدي علماء عمر بن عبد العزيز كهو رئيس صحابدي التابعين تيبا فيما بين ذلك حال انت تحديث ايهين بي لعلى هدى هنو دشي كسو غيهين مستقيم توصل ما اي حد قد بن سيد الله كمان كم اي قابن دحا داس اي كسو غيهين بي وحيهين كوا كسو غن وضد توصل دشي كسو غيهين قفك مركة اسكا الى لي حد قدبك حد قدبك نوحوه صفاتك الله سبحانه وتعالى أد إسكود ضيدو إن التشبيه يتقن التمثيل يتأويل أنا صوشر حنا هرأس هذا لي إن الله تماضو مركز وغلو وحد قدبتي حد قدب على تيم صحاب النبي عليه الصلاة والسلام نوح هايان كو مارتي يعني أنت هاد حد كا كو سجنو كمان أيان حد قدب كمان أيان كمان أيان قابن ومع ذلك وحي كو سجيهين هنون يوضو توصف كو سجيهين وحلاقي يا بقى إن لجوجن ده لبدا عشر هرا لجوج مره كهلا يتأويل كأكله يمت قانا إن وحلاقي قانه تشبيه أي تمثيل كمره يعني كل شيء جي تأويل كوحلاقي هذا مثلا قف أو تفسير يعني كرادية صفات الله سبحانه وتعالى بغير ما أراد الله إله سبحانه وتعالى وحكطوني صفديسة كنت المام وحانهين يكون معنيا مثلا تبارك الذي بيده الملك إلهي قام بشكت أو تقدونا مركي قارن صفة يعني قعنت كهالله الله سبحانه وتعالى بينو تلمام دون قرآن كالله سبحانه وتعالى قام بشكتي مر إفراد بخشكت تبارك الذي بيده مر وحكشكتين لبيهم بل يداه مبسوطتان ويأخذونا وحكشكت الله سبحانه وتعالى مر سي جمع أبو الشاقي قام هنق أبو يري أيدينا أبو يري كل وان كهالله دون مركي صفة أصلا قاره يعني صفة اليد مرهن قارنه ما تأويل واحد هذا قف أو صفات الله سبحانه وتعالى أو تفسيره أو تأويليه إله سبحانه وتعالى سود دوني سي أرحين تشبيهنا واحد هذا إثبات مشابهة لله سبحانه وتعالى قف إنه سوه إنه يجرى واحد الله سبحانه وتعالى شبهه قعنت الله سبحانه وتعالى وحي شبه ذا قعنت مخلوقه كله سمارت أرنك إساقه وكفر ويا تمثيل لوحة لهذا مماثلة إنا سميسو الله سبحانه وتعالى وحا وليها وحا الله مدينة المانتو أكيان تماشي وطرى وجه الله سبحانه وتعالى وحا وليه مدينة وكلا وجه النوع عاسو كلا ترى وحاس كل لما أكلا مركز صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ما أي سمين منه أنكو علنو وقال عمر وحا يري ابن عبد العزيز رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز ها كلاما كلام او معناه معني سيهي قف استاق حيث ماشي وقف القوم ضدك اي استاقين علمدي هو نغه ريس اي استاقين فانهم يغ علمداسي واصحابدي تابعين تي عن علم وقفوا علم اي لهاين يقوم بي او استاقين مشاس وببصر غرشو نافذ حيل دير بي كفو كو استاقين ولهم يجون على كشفها إن الفيدان كانوا وحيها ين أقوى كوا أوذل بهايا
صفات الله سبحانه وتعالى دفي كدم أي صحابة التابعين تي وحركة سين لي الرحمن على العرش استوى وحلا جوضة على العرش استوى لا بلا جوضة بلي وتحريفيا سمارت الله قرآن سوره كوي الرحمن على العرش استوى إله سبحانه وتعالى عرش جيس أبو كسر مري وحكم علي استوى هلا كان معناه واستوى ويا يهود اللي ويا قرناء إني كتاب كده بدلا يحرفون الكلمة يحرفون الكلمة عن مواضعه كلمات الله سبحانه وتعالى بوس كسبك قاضية أشاعر هذا الله من مرك مرك التصوير كأخرنا يا وحلين تبارك الذي بيده وح خير بطي له ماشي ور الله جعنتي سكجته اللي بيد ماشي وح لقى وضع نعمة لقى وضع شو مرت وتحرفوا يا باربارست النوع سوكلا ولهم صحابة وحيلهاين على كشفها كانوا أقوى إني باربارا وسير هذيان أوضبوا لهاي وبالفضل أجر لو كان فيها هذه أجر أي كجرو أرنكا إساقاهي أحرى يقوح أهاي وهبونا بضن بهاي وأجر كان هذيان ووهبونا فلئن قلتم هذا تران حدث بعضهم قلاشوا لو حسود الرئي علمي بايمي فما حدثه علمي مكين إلا موي من خالف قف خلافي هديهم هدي قوذة ووهرقب النعي عن سنتهم سنة دوذة يوضو ولقد وصفوا وحي كوصف يعني ولقد وصفوا وحي كتل مامن منه دينت وحي كتل مامن ما يشفي وح كافية وح كافية كان القرآن كو تصفيرا آيات كو تصفيرا وتكلموا منه وحي وغهل بما يكفي وح كفلا وح كفلا أي وغهل قفك وح كفلا وكافية بي دينت كغهل فما فوقهم فمن فوقهم عدي كسر مرتا إيجا أو إسكت دافان علمي يقاني علمي أنا هنسير راديا محصر يعني محصر نفسه وقف نفتي سي داليوية مفكا سلاح محصر الأخرية واسم فاعل الأخرية وما دونهم قف كسو كرم كسو كمرا وكهو سينا قف كاسم مقصر قف وحوية سونا قابية ويا قف كقابية ماشي لقرب ويا لقد قصر عنهم قرى كقابي سي لقد قصر واحد جابي عنهم حقوه قوم قلوا فجفوا وقللن دين تبيك قللن وتجاوزهم آخرون وكلنا وبدأ في صحابتي تابعين تبع فغلوا واحد قد بين وإنهم صحابتي تابعين تنا فيما بين ذلك حال أي دح انت دح كل سبيهين بي لعلى هدى هندش هذا مستقيم توصل انت الشيخ إمام ابن قدام رحمه الله تعالى وحقصه بحي عمر بن عبد العزيز قول كيسي ودري شنايي اني سلف كو ودا امرين ان لو سوق الله سبحانه وتعالى صفات كقران الله كو شيقتي نبي عليه الصلاه والسلام كسح نقدي او كانسحي ان سا لو مرو ان واجب تاي ان علماء كو تغين مدلل سوقاتي هذا روح كهليا عالم كلو كبد علماء اهل السنه والجماعه ابو عمرو الاوزاعي وحو يري وقال وحو يري الامام ابو عمرو الاوزاعي رضي الله تعالى عنه إمام كلو يقانه أبو عمر الأوزاعي وحكمها أوزاعي وحكم ذي هاي رحمه الله تعالى علماء يعني أهل الشام ديان كشام لو يقانه شام بوحا لو يقون جلو كان فلسطين إيو سيريا يقول كان سبا شام لو رجلي مرحبا وحا هنين إمام هو ديان كاس إمام أبوها وحونها من كبار التابع تابعين بوها تابع تابعين ترقي أوهنا أيوها أوزاعي وحو كمدها وحو لهانجنا مذهب لها انقراض باكو دعي مذهب ديس مذهب وحن كوضنا علماء مثلا إمام الشافعي مذهب ليه أحمد بن حنبل والله يقال حنا بلاد مذهب ويه أبو حنيفة إمام مالك مالك يدي حنا في يده ومذهب ويان الليثي سنوحو لها مذهب لها أوزاعي مذهب لها سنة يعني ساس الشافعي مذهب ويهين وكلا أي إمام أوزاعي وحولها مذهب لها لكن انقراض بقو دعي وحوية يعني ما ينفافين ما ينفافين سيدة الشافعية دا يحنا بلاد يعني مالكية دا يحنا في يدو أي أفافين مرك أوزاعي قاسي ونكا عالم كاهي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى أي وحو ليه ابن قدامة وحو يري عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول أرن يعني إري آدو قيمة بدن ويا إري قاي حلا دوح إري قاي دوح دوح وحقوم وغانا يسأينا يتهاي يعني قاعدة لما يسترم ويا وحو إري إمام أوزاعي رحمه الله تعالى
عليك بآثار من سلف عليك عليك مرك وحوية واتي هاي اسم فعل أمر ويان واسم فعل أمر ويان معناه وحلا معناته هاي إلزم لازم ويان لازم وحال لازم تا بآثار من عذرات كد لازم وكده وغبصه سلف هرمرتي صحابة دي التابعين قرون المفضلة قرون الأورنجري رات كودي قبصه كدك وإن رفضك الناس ضدك هبك جوينه ضدك هبك يعني هبك تورينه هبك نعينه ضدك آثارتي راتك سلفك نجوه الرئي قبصدا مركو حكوب على رجنا يا ضدك رحمه الله تعالى إن ضدك أي قبصدا كل جان صحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتابعين تي وحي كير هذا الصفات الله سبحانه وتعالى ما دام كتابك وكه الله الصفات الله سبحانه وتعالى إلهي التلمامي سمحي كير هذا قرآن كبر كوسو عرورتي يا حديث مر كوسو عرورتي سدب كمرن سيكمرن كمر ويا هب الله قول نوع مر كل يه هاي وإن رفضك الناس وحق التلمام يا هالكاس وفق مر كو قبصده الصالح الصالح ماشي إمرن إن ضد بدن أي جيران أولادنا يا أشاعر ذي أوكلة معتزلة ذي أوكلة ذاتك النوع عاسي دمان تود يعني شيعة أوكلة ذاتك رافضة لو يقانو كل صفات الله سبحانه وتعالى قيب تحريفي سي يقيب ما تقانا ديدن بيس قجران وإياك وحن أوكلة ديقايا أديقايا وآراء الرجال ذاتك الرأي ياشو هذا مسكح ذا ينقفك وكف السيروه وحي الله سبحانه وتعالى يعني نفتي سكو الشاكتين سفا يساقوا لي الشاكتين قف يوم رأي جلس كوفة سرو أو سيد رم وقد تكلم كوفة سرو تاسو كدوان سيد الله سبحانه وتعالى وضم لها إسكاي لالي وإياك وحنا كل كلا دقيا أدقيه وآراء الرجال بدك رأي شوضة وإن زغرفوه لك هبك وقحين أدق بالقول هذاك سكس تبك وقحينه هذا مركب قليا متقنا شاعر هذا الصومالي ده وكل بدنا مركي تفسير يعني تفسير كقرآن كله مركب صومران الرحمن على العرش استوى مركب صومران waxa arkaysaa iyagu oranaya istawa halka waxa laga wada istawla marka saa lagu qurxinay halka waxa leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ma wax ma taqaan qof oo kalaam yaa meel buu saaran yahay meel buu ka saramaray waxa uu muucaas kala maxay tahay marka qofkii caamada wuxuu oranayaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un war dadka dad waashay ilaahay buu xilay meel buu saaran yahay ilaahay ma meel fulay leeyahay la inagu ma oran karno ilaahay arshigiisu ka saramaray laakiin inagu ma naqaano soo saramaray ilaahay subhanahu wa ta'ala si uu qaranto uga saramaray لكن واحد من قانا استوى معنى هذا مرك إنه يهاي مربع حجر استوى أي كرية تهاي ويعني أي حرف جر سير راعن أما أي كوجد بن مرنا على بهر رعضة مرك على الرعضة معنى هذا واحد ويان على واستقر ويان مرك الله سبحانه وتعالى كسر مري أنه وقرينا لكن إله بيا قانا سيما تقانا أركا سيهاي إله سبحانه وتعالى واسع عنده ثويا مرك والله وقر حنا واحد لي يهاي qoliyahan wixii leey ilaahay ama taqaana kasar mar arshiga ilaahay ma qof oo kalaaba waxyaalo noocaas u kala ah mesela hadiiska oranaya nabiga kaleey sad ka sugan oranaya ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo daga habeenka markay thuluthul layl ka harto oo tiri doona hadiiska hadiis mutawatir weeyaa wixii kulli alla sidee u soo dagaaya ilaahay subhanahu wa ta'ala waa samaa dunida iimaanka soo dagaaya ma dhici karto waa lagu soo qurxinaa si uu nacaar ariga uu nacdaba لكن waxa ku filan ba soo nabiga ma oran sallallahu alayhi wasallam ha sahabaad isama ku qaatay ku maray taabiin isama ku maray taas ku marayna ilaahay waa soo daga thuluthul layl habeenka markay ka harto samaa'u dunyay bu yimaada markaas wuxuu ila hal min mustaghfirin fa aghfiru lah qof dambi dhaaf wada sana majra aan dambi dhaafa laakin soo daga yari qubi jalaalihi ilaahay ba yaqaan ilaahay su'unta subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala su'unta ayu soo dagaaya oo u tagi doona insha Allah ta'ala wa iyyaka waxaan u kala digaya adigayo وآراء الرجال ذاتك رأي ياشوض وإن زخرفوه لك هبك وقحينا أدقى بالقول هذاك انتاس مركو الشيقيت المامك بعدي أي إمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وحو كياني دوت نحمرتي نين أهل السنة والجماعة رقي سلفكاها إيو نين ذاتك بدعادان ليمي لو يقانو خلق القرآن كوكالي والله أورنا إيسه قرآنك وخلقه الله سبحانه وتعالى وكمديه فهل أبو رويا آيات دوضي وحنا كود دوضين نينك خليفة مسلمين تأها خورتوضا نينكاس عالمك أهي نينك الله دوضي بدعده ونينك أو إفتون جري
خلفاء مركا جوكتي إن القرآن كو ويهي مخلوق قفي كهري مادن إدلان أن مركا شيخ قصدي بوكاني قصدي مركا وادود عجيبة إن لقستافي عن وحكا ولقى قادنا قصدي عن ذاتك أهل بدعة شيعة وكالي أشاعرة وكالي ما تريدية وكالي سيد الصوفية وحلمة كاي خابك أولو دودي لهيد باكفا إذا سنسا. قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ محمد بن عبد الرحمن الأدرمي ينقر لكن سيدا سحدا وحويان مقع نقر ماشي ماشي نقرني سحمها مقع سحدا وحويان أبو عبد الرحمن وكويد سوحل أبو عبد الرحمن مقعي سنوح اليادا عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن إسحاق الأدرمي ساسا أنا متقنا إن سحوية مقع صدماء الشعيب سحوة حريا مقعي أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن إسحاق بليادا مركز سلم نشون نقول قرن خلوا المقعان مش دوت كده عيسى سنوح الجوجي الواثق بالله خليفة الأورنجي بالجوكتي خليفة الأورنجي الواثق بالله أيام مش فردي oo bataqaana dhageysanaya ana ninkan ahlu bidca baa wuxuu u iftooday quraanku inuu yahay makhluuq qofii ka hor imaaday inaad isho marka doodan baa socota marka qala muhammad yaani abu abdurrahman abdullah ibn muhammad ibn ishaq baa wuxuu yiri lirajulin nimba wuxuu ku yiri takallama ku hadlay bibidcatin bidca ku hadlayo wadaca annaasa ilayha dadkan ugu yeeray nin ku hadlay bidacku hadlay dadkan ugu yeeray ayuu wuxuu ku yiri sheekhaani ninka marka bidacda dadka ugu yeeraayo oo mubtadica waxa weeyaan axmed ibnu ahliya magaciisa axmed ibnu abi duad axmed ibnu abi duad ayaa leenahay waa ninkii wuxuu xafidnayay yacni dadka khulafada markaa joogay oo mataqaanaa u iftoon jiray arrimaha hadda aan soo tilmaamay oo qur-aanka ka tilmaamayaan للرجل نبو وحكو يري تكلم كوها الله يبو يري ببدعة بدعو ودعا الناس إليها ذكر أبو ياري أي وحكو يري هل علمها موغا أرن قاس كوها اللي سموغا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام وأبو بكر أبو بكر موغا وعمر عمر موغا وعثمان عثمان موغا وعلي علي موغا أو أما سلم يعلموها ما أي نوغين war arinka hadda aad ku hadlaysid waa noo sheegaysid oo yacni hadalka yacni khalqul quraanka laga hadlayo ah nabiga kaleey salaatu wasalaam ma ogaa abuu bakar ma ogaa cumar ma ogaa cusmaan ma ogaa ali ma ogaa mise ma ayan ogeen qaala ninkii wuxuu yiri mubtadicaha ninkii mubtadicaha baa wuxuu yiri oo bidcada la yimi lam yaclamuuha ma ayan ogeyn balufirs نبي عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي ما ينوغين قال مركز سوحي نكع ربضا وحجري فشيء شيء لم يعلمه أن أغين هؤلاء كواسي علمته مي أدوغاتي يعني أنت أدوغ شيء النبي عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي أين لصعن وأين أغين مي أدوغاتي سمارت نكي مركب ميل حبك تاقت أرنتان بدعادة كوها ليست نبي عليه الصلاة والسلام أفرت الصحابة ما أجاين ما أجاين بوير ساليان وأفرت الصحابة ضاي النبي جاي أهرني أجاين مية أذو أجاتي وهذا عجيب وين ماذا كعلم بدن النبي عليه الصلاة أبو بكر ماذا كعلم بدن عمر ما ذي كأقوم بدن علي سيدوك عثمان سيدوك قال الرجل نك مركو وحي مركو أركين من بحر كجر مال حتى جي هاي بوحي فإني أقول قد علموها أرنك مركو رويرو كنغلو dadka waxa lagu yaqaan ahlul bid'ah waxa lagu yaqaan fa inni aqulu anu hada waxan leeyahay halka hor wax ka noqday qad calimuha way ogaayeen oo fashilay inta lagu harimaayo nabiga iyo Abu Bakar iyo Umar waa ogaayeen Soomaaha ha qaala marka waxa ninka culimada uu fiiri afa wasi'ahum ma usurta gashay an la yatakallamu bihi inayn ku hadlin wala yad'u an-nasa ilayhi dadkan ayan u yeerin أمسه لم يسعهم وما واسع نقن
uma suurtoobin ma u waasic noqotay oo ma u suurtowday oo ma u habboonaatay dadka inay eeyin nabiga iyo saxaabadaasi ay ka hadlaan arrinkaas dadkan ay ugu yeeraan dadkan ayna ugu yeerin mise uma waasic noqon qaala wuxuu balaa haa buu yidhi balaa wasicahum arrinkaasi waa u suurto gashay waa u habboonaatay waa u waasic noqotay inayn ka hadlin inay ka aamusaan ba u suurtooday u habboonaatay dadkan ayay u sheegin ay ka hadlin macnaha qaala maka ninkii warfiyay bal fiirso marka haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali arrinkan ayan ka hadlin wuu ogyahay hadduu dhaho way ka hadleen iyo wax la mid ah daliil baa la weydiin lahaa hadda bilow xadathanaa fulaan hadda noo bilow ilaa nabiga gaarsii baa la oran lahaa laakiin wuu ogyahay mataqaanuusan haysan waxba waxa u suurto gashay arrinka dadka inay kala hadlin baa u suurto gashay qaala marka ninka culimada wuxuu yihi fashayun shay وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام واسع نقضي وفضاتي كفن لاتي وهبوناتي إني كأمسان يو خلفاء وخلفاء ديسو لا يسعك أنت أذي كوما فضات المياء أذي واسع كوما نقن مياء أذي كوما سرطة بالمياء ملفز شيء نبي عليه الصلاة والسلام يو خلفاء ديسي أي كأمسان أذي إنا كأمسان محاكو دي دوك لو يدوي intaa markuu yidhi fanqadaca arrajulu ninkii warkii baa go-ay dadka ahlu bidaca dooda baa lagu yaqaana markii aad daliil keento u dhammaata masala dadka hadda lagu yaqaano muxuu ahaa masala kasoo qaada dadkan tasawufka kale ama suufiyadoo kale haddaad tiraahdo war de nabiga calayhi salaatu wasalaam mawlidka ka war waxay ku leeyihin mawlidku waa sugan yahay oo nabigii baa mataqaanaa saas sameeyey haddaad tiraahdo nabiga ma sameeyey oo daliil mau haysaa waxay ku leen maya laakiin isniintii buu soomay u dhashay meelkaa lagu leedaya war anuu isniintii kuma aana weydiin waa soom waxa nabigu jideeyay oo ka sameeyey laakiin xafladdan lasoo jeedayo cuntada la cunaayo wixii dun la samaynayo nabiga calayhi salaatu wasalaam soo isagoo kii dhashay maaha ma sameeyey mise ma samaynin hadda ma samayn weye hadda nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaanu samaynin oo saxaabadiisii aana samaynin oo taabiciintii ayna samaynin oo quruur mufadalah 300 sano u horeya aan la samaynin miyaa adigu samaynaysaa wafabuhita aladii kafaroo kale weyaan hadda ninkan waxa lahay fanqaaca arrajulu ninka warkiisi waa go-ay fabuhita aladii kafar ninkii nabiyullaahi ibraahim la doodayo kale weeyaan ninka hadalkiisi waa go-ay qaala alkhaliifatu khaliifadu marka meesha fadhiday sababto arrinkan khalqul qur-aanka loo yaqaanoba arrinku wuxuu hafaafay ahaa waa tad garanaysaan axmed ibn xambal ayaa lagu xiray oo mataqaana lagu silciyey oo lagu baabi'iyey ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala axmed ibn xambal arrinkan yacni ku gargaaray inuu muujiyo dadka u sheego waxaan ay ku hadlayaan inay baadil tahay oo qur-aanku kalaama la u yahay marka arrin xilligaas socday buu ahaa oo waxa weye dad madaxda lagu laayay bahay laguna xiray qaala alkhaliifatu khaliifadu meesha fadhidaa marka waatiq billah weeyaan ninkii waxa weye khaliifada marka haystay dowladda islaamka weeyaan wa kaana xaadiran meesha ayuu xaadir habi laa wasaca allaahu ilaahay uma fududayo uma waasic yeelo calaa man lam yasachu ciddayan u waasac noqon u fududaanin maa wasicahum saxaabadii nabigi wuxuu fududaaday ilaahay subxaanahu wa tacala uma suurto geliyo qof ayan u habboonaanin wixii alla subxaanahu wa tacala nabigiisa u habboonaaday wahaakadaa buu yidhi marka imaam ibnu qudaama raximahu llahu tacaala wahaakadaa sidaasoo kale man lam yasachu qofka ayan u waasac noqon oo ayan u fududaanin maa wasica rasuul allahi sala allahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii u fududaaday wa asxaabahu asxaabtiisa wixii u fududaaday wa taabiciina kuwii raacay lahum iyaga biixsaan wanaag ku raacay kuwii wixii u fududaaday wal a'immata min bacdihim a'imadii ka dambaysay wixii u fududaaday iyo waraasikiina fi lcilmi kuwii cilmiga makansaday wixii u fududaaday oo u suurtoobay oo min tilaawati aayaati sifaadi aayaadka sifaadka akhrintooda ah iyo wa qiraa'ati akhbaariha akhrinta warkeeda ah wa imraariha iyo saa inay ku maraan ah kamaa ja-at say ku timi inay ku maraan ah falaa wasaca allahu calayhi ilaahay subxaanahu watacaala uma suurto geliyo oo uma fududayo uma waasiciyo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisi iyo taabiciintii iyo culimmadii ka dambaysay oo cilmiga makansaday waxaan u habboonaanin oo aan u suurto gelin oo ayna samaynin yacni cid ka dambaysay ilaahay uma suurto geliya ninka marka waa arataa meeshuu ku fashilmay xataa ninkii madaxda ahaayo oo iftoon jeeb wuu habaaray
ووحي يروح النبي عليه الصلاة والسلام أسر توبن إله يقفنا أم سورة قليه. فصل في ذكر بعض آيات الصفات خدنا وحي إن شاء الله. أنت ووحي قال يا إن لا تلمامو صفات الله سبحانه وتعالى صفات الله سبحانه وتعالى قيب كم إذا بتحيا أو كشكين أو كهلايات صفات مرة مثل بنا وحي بدل استعجلنا وحلاقي يا بقينا نكمل وحي وسيادة ومارتي بالفائدة. وحي الشيخ ابن قدام رحمه الله تعالى فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى إخبار عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقوله سبحانه وجاء ربك وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه يحب وقوله تعالى يحبهم ويحبونه وقوله في الكفار وغضب الله عليهم وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله وقوله تعالى كره الله بعاثهم. وحي استبقى لشيخ الصفات بضن الله سبحانه وتعالى يهي مركب وحي يبامي البكتنا إن شاء الله تعالى. فمما كي وحكم إذا حقيس جاء يمي من آيات الصفات صفات كآيات كيس حالا كم ديهين قول الله تعالى إلهي قول كيس ويبقى وحهري وجه ربك وجهك ربك وجهك سبهري ويبقى وجه ربك ربك وجهك سأيهري آيات داني وحي سكتي صفة الله سبحانه وتعالى اسكلي هي وصفة الوجه الله سبحانه وتعالى صفات كيسا وحي رداخت المانه لبن نعويان عموك لغادا صفات ذاتي أه أو إله الذات ليس لحررته ومرنا الله سبحانه وتعالى انكسو عمين يعني صفة فعلية أه وحي يكون كالدويهين صفة فعلية أه إله سبحانه وتعالى مركو دونو سميا مركو دونو أهويك بسميو waxa kamida ridaho kale allah waraal noqda marku doona allah waraal noqda waa sifada ficiliye weeyaan qadaba kamida ficiliye weeyaan marka sifada hadda ina ka hadlayno oo way baqa wajhu rabbika ah oo wajiga allah subhanahu wa ta'ala tilmaamaysa allah inuu sheegtay inuu waji leeyahay waa sifada allah daatay isla xirta weeyaan sifadan waa sifada ku sugan kitaabka allah subhanahu wa ta'ala iyo sunnada nabiga kaleysa sallallahu alayhi wa sallam الله أولي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حق السنة وحصوغن مثلا نبي عليه الصلاة والسلام سعد بن وقاص أي وحو كيري مركي مكالة تغي ونبي عليه الصلاة والسلام وصو عمري سناي أي وجه هذي مركاسو نبي سعد وحو كيري مركاسنا قبر عائشة لها كريه ومركا لها حلقة يضع قلال بعروب بنا خدري ما كان النبي يقول كويري يعني حوالي أن تودرني حنو حنو كودرني هاي دردارم بقى ينتو دارمه ما البضن نقولها مركو يقول رسول كيلايو ما البضن بالله عرورنا عائشة كريا كهيستا وقبر الله عائشة الأورنجي ما الكي ثلث مصر بقى سنكرا يعني حدث كده راويا ما كان النبي يقول كويري إنك لن تنفق نفقة تبتقي بها وجه الله يعني حديث دربوها أذوب ملاب بحيسيد نفق الله بحميسيد تاسو أو كدونيس إله وجهك سكدونيس مركز صفة وجهك الله سبحانه وتعالى وصفة الشيك توي نبينا واشيك تلمان اللي الله وين وجه اللي الله سبحانه وتعالى فيجب إثباته وحا واجه مركز إن الصبح بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل يضل التحريفين اول ورنا وجه وحا لا ودا وحكا لا ودا لان ددك على تعذيرك لو يقانو با وخي يرادين وجه ربك وجه ماشا لا ودا وجه الى هليه ما هنه الثواب لا ودا يرادين وا تعذيريه سمعت معنيه دي بكله هي لكن انا وتحريفنا كسمينه التعذير لا كسمينه ولا تكييف ما ورنا كيف
وجه الله سبحانه وتعالى سيهم أورين أنا ولا تمثيل ما مثال لأنه ما أورين ما كان وجه إنه كلامي لم أورن مايا وجه الله سبحانه وتعالى وشكتي تلمامها القرآن وشكتي كم تهي نبي عليه الصلاة والسلام وشك الله إنه وجه لي هاي ساسان السجينا وجه سنة وجه الله سبحانه وتعالى تمويا الله أغل مويا بل يعني القرآن كأي أحاديثه ما ربضا بي كجرتها أو كسو أرغطي وحكمرة الله سبحانه وتعالى وحب ليه هاي كل شيء هالك إلا وجهه وحوال بوي دمانيا وحلاك سمايا وجه الله سبحانه وتعالى مويا وحكى لو كم من الله سبحانه وتعالى وحب ليه إلا ابتقاء وجه ربه الأعلى الله وحكى ليه هاي ضدك مركوك هلا يمالك الله بحايا سيصدق سنايا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أنه وحيدو قودننا لوجه الله إلهي سبحانه وتعالى وجهه سنقودنا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أنه إنك دون منه أبا المرين إيو يمتقاننا سمسان إنك دون منه ويحكر الله سبحانه وتعالى ملك لكل يهي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه نبي محمد وحد نفتح لك وحبستا كعريستا ولجوكتا تذكى الله سبحانه وتعالى الصباح يقلب ريه ورادنا يوجه الله سبحانه وتعالى وفت المامي نبي عليه الصلاة والسلام حديث بخاري وصوصاري وفت ليه وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن حديث صحيح هو بخاري بس صاري رحمه الله يا مسلم رضى الله صاري وحول لي هاي نبي عليه السلام وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم ضدك يا إنا إلهي سبحانه وتعالى أركان ومدح هي إلا ما هي إلا رداء الكبرياء جاء يعني كبر كبر أودح هي الله إسكليه كبر الله إسكله نبي هو وطولها إلهي سبحانه وتعالى وفي الحديث القدسية كبر كي يشرفت وفي النبي كل شيء منه جويسي منا يعني هو سكنت كيس عمل مركز وعي فما ينازعني قفك ولا الضوضة كبر كي يشرفت قفك ولا الضوضة وعذابه يا الله سبحانه وتعالى إلها بأسكال وله الكبرياء الله أسكال كبير سبحانه وتعالى مركز وعي فلي هاي ضدك مركز جنان الله تقوه إن إله سبحانه وتعالى أركب وحا أود حيا كحيرا كليا قو أمارة كبر كوم أود حيا على وجهه أو وجهه سسارا سبحانه وتعالى إله وجهه سبسارين قو أسارا مرك إله النبي عليه الصلاة والسلام صالح على وجهه في جنة عدن جنة معان كبدا وناك بدا ونقادي قاله إني أركان ضدك وحا أود حي الله سبحانه وتعالى إن أركان وجهه سا قو أكبرياء أو وجهه كسارا حديث كلا وحب ليه هاي حجابه النور حديث كلا وفرصة حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره وحب ليه هاي نبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام وحب إلهي سبحانه وتعالى تات كان نور دحية وحويان ويعني إفبا نور دحية النجي الله سبحانه وتعالى حجاب نوع إلى إله سبحانه وتعالى إنه أود أمره إنه أرغنه الله سبحانه وتعالى قفك إنه قرعمه بردعي سهدو أرك الله سبحانه وتعالى لأن نبي الله موسى بقى إله سبحانه وتعالى مكلو كل مجع عليه استي الله سبحانه وتعالى أركه مكسوحي ربي أريني أنظر إليه آيات أوفر صدق إله يو إنه أركان ربا يتوسي إنه أركان ربا الله سبحانه وتعالى وحي لن تراني أدون كويا إيه أرك ما يسد لأن واتقن وحرف النفي واستقبال ويا إيه ما أرك يسد بل ليه بقى مركو أدون كويا الآن أحاديث كلا سوان إله سبحانه وتعالى إن لو أرك يه جنة الله سبحانه وتعالى متقنت أرك يا مركا وحلي لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل الله سبحانه وتعالى وحكيره لن تراني أني أركميس ولكن انظر إلى الجبل والبورتة أقبلين إله سبحانه وتعالى مركب بورتة ربائل استسيوه نبي موسى ابن آدم كوبا الله هذا أركان مجوه كران قفكم قرعا أو يعني أود أنه قرن الله سبحانه وتعالى سقع لمهين نبي عليه الصلاة والسلام وفع أركي جبريل بو أركي يسوى قابك الله سميه نبي قوى دعوة صبح جبريل
سميسك الله اسميه بو النبي عليه الصلاه والسلام دعي ماكو اركي ما هكا مرت رب العزه قف انه اركو مرك الله سبحانه وتعالى وحي بورتا ايق نبي موسى ويري فان استقر مكانه فسوف تراني هذه بورتاسي اي ميشاس او لاتو او كسغناته مرك انا استوسيه كبعدي اي ميشاس سي او لاتو اركي سادونا الله مركو فيري فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا إلهي مركو إسقف يدي رب العزة بورتي مركو حجابك إسقف يدي يعني تيتك إسقف يدي أو بورتي استوسي استوسي جعله دكا بورت الله وحكي على بربر هو رماتي ما يوم موسى مركو بحاكو دعي وخر موسى صعقا موسى نقول دعي سوى كومة كجرة يسوى كومة كجرة بورعي مركو وجه النبي وحب لي هاي إنا دارسي مربو حجابه النور تذكر الله سبحانه وتعالى أنك يسأل نور دحيا إفويه مركز سبحانه النبي يقول لو كشفه هذا الله سبحانه وتعالى إسكاقاده تذكر أنك يسأل نور دحيا لأحرقت ويقوم لهيد سبحات وجهه وجه جيسا إفك كصبح يبا وحي قوم لهيد منتهى إليه بصره أرقيس ميشو قاره إلهي أرقيس ميشو قاره قبن لهيد محالك وضع كون كنما قبن لهوي سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وبذيمك مرك صفدان لا يرادو وجهه الله سبحانه وتعالى وسغينا واجب بين غت ان غت ان الله سبحانه وتعالى اسغنو سيده الله سبحانه وتعالى اسغ سغت المانتا وجهه ايا اسغ النبي عليه الصلاه والسلام اسغي صحابتي وحا وي اساسا كمرن تابعي اساسا كمرن انا ما بدلينا لكن وحا لنهي وجهه الله سبحانه وتعالى شكت وجهه ليه هويه يليق بجلاله إلهي سبحانه وتعالى سيقول قرنته لذو قرنته وياه سفرك الله وحبي وقوله بل يداه مبسوطتان انت أحسن خدوتنا إن شاء الله تعالى درس كان برانك بلابنا انت إن شاء الله جزاكم الله خير انت أحسن والله سبحانه وتعالى أعلم جزاكم الله خير وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.